Alhamdulillah. Les accords de ce رسول صلى الله عليه وسلم قال عن محمد صلى الله عليه وسلم إن الله رضي العاصر لأمة يسرى أفير فوا لما نبوي وكر على عسرى أزي كوني رفوا فدار نيا لما محمد ما تقرأ يا تقرأ لك رضي العاصر لأمة يسرى أر أفير فوا لما وكر على عسرى وقال الله تعالى في القرآن يريد الله بكم العسر يسرا ولا يريد بكم العسر وقال ابن القيم رحمه الله إن هذه الأمة أمة محمد رضي الله لهم اليسرى وكره لهم العسرى العامل يعمل بالعسر ليس من أمة محمد. يعني طب جاء أستاذ والدب الناس أستاذ زين يعني تبوا وين يا وسنوا لما نبوا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن. نبوا ما زبائن. قال سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. وتعالى في القرآن الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي. وأرضي لكم الإسلام دينا. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو دين الله هو دين الله لو هادئين بهنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة على سائر الأمة على سائر الزكولين الإنس والجن نبي الإنس والجن نبي الإنس والجن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام دين السلامة دين العافية دين النعمة دين المطمئنة دين المطمئنة غير دين الكعكاي ولا بالكوباي ولا بالشعناي ولا بالشعناي أصب دين الإسلام رضي الله رضي الله بنا ورضي الله علينا به وقال القرآن الكريم إنما العسر يسرا وإنما على عسر يسرا إذا فرغت فانظر إلى ربك فارغب هذا الدين دين التيسير أسرع الله لنا بأركانه أسرع الله لنا بأعدائه أسرع الله لنا بأنعامه أسرع الله لنا بإهمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدين الإسلام دين الله في الأرض ومن عبد غيره أو من عبد دونه وليس له الدين وقال سبحانه وتعالى من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من العذاب آسف الدين آسف الإسلام ودين الله في الأرض هو دين الله في الأرض رضي الله لمن عبده رضي الله لمن استسلم منه وقال الله تعالى في القرآن رضي الله عنه ورضاه عنه ذلك لمن خشي ربه ومن الذي خشى ربه الذين استسلموا لربهم ليقياما
مقعودًا ندوهًا وعصورًا نيمًا ويكساتي كليمًا أو صامتًا مرًا أمرًا أو طاهرًا أول الناس يستسلمون للربي سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضي الله عنه رضي الله عنه ورضي الله رضي الله حاسب رضي الله عز الدين له رضي الله عز الدين له وأتم عز الدين عليهم ورضوا عنهم ذلك من أشيا ربا ذلك من أشيا ربا وقال سبحانه وتعالى في القرآن حياة النفس المطمئنة أرجه إلى ربك راضية أرجه أين نفس المطمئنة؟ نفس التي تخشى ربها، نفس التي تتقى ربها، نفس التي آمنت بربها، نفس التي استسلم لربه، قعدا وجلوسا، قائما، صامتا، يقظا، كليما، صامتا، هو الذي يستسلم لربه، وتلك النفس المطمئنة التي قال لها سبحانه وتعالى في المكلمة في المشاورة وفي الشاهد ذلك ما في الإسلام استسلم الله بأكوال طيبة بالأعمال خالصة بالأعمال الآلصة بالمشاورة العظيمة واستعلزوا قلوبكم لله واستعلزوا قلوبكم لله وتجنبوا العرس والطمع تجنبوا الخبز والطمع تجنبوا الحرص والطمع الخيرس يفسد العبادة وقدمه يفسد العبادة انصف ما حدث في نيجيريا بعض رؤسائنا يحرسونه بالأموال يحرسونه بالدرجة يحرسونه بالعصابة الدنيا والنفسية عباد الله ما كان له اسما والله يوالله من مات اصمدوا كل وقت اصمدوا يوالله وفي سلري يوالله في أربعة أشهر باس في أربعة أشهر باس وفرت السبعين بالعيد والسبعين بالجون لديه بسبعة وان بليون وزي ما نعني أسمعني لا يعظم لا يعظم اسما لا يكرم اسما مثل الاسلام اي نعتبر على نشاءات اباجا ان كان رئيسا في نيجيريا حتى الان شارك عباس مليون كثيره حتى الان لم ينتهي مال ولد حكومه نيجيريا أن القدرة مكتوبة ومختومة. أو تقرأ والله لا يسفر من قدرة.
والمرء لا يسبق من قدر عليه ولي جاكو دان نورون كو غيفو امه الاسلام اه ني ما نبي ما والقدر القدر 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 هو هوني هوني كيوني باغو وان يؤمن كيوني وان يستسلم توج سيله رب من خيره وشره من ذاكه ومكائه من نعمته وشره هذا القدرون وقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ويقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يقول ربي أهدى كلا تكرمون اليتيم ولا تحدون على أهل المسكين وتأكلون تراثا وقال سبحانه وتعالى في القرآن ما يهين الله وما له من مكرم ما يهين الله فما له من مكرم والله يفعل ما يشاء أمة الإسلام تأملوا صالحا تصبروا صالحا تكلموا صالحا ربوا مع الصالحين وقال شيخ شاويت رحمه الله إذا كنت لم تحصل إلهي تشملا فأينما أعزك في قهكك كاملا حدث من بنفسك تعمل أنت الصلحان الإمام الشافعي رحمه الله أول إيمانك بإمتحان صالحة لا يجري طبل ولا يجري طبل إلا ما فيه عصيان نفس حياتك بالخير إن كنت مكتسما أزم من الله ما كنت عنه تلوم وجه دم وقال الشيخ ابو الأقاب الشهيري يقول إعلموا أن دنياك تفنى تشملا كما أنت تهويها كما أنت تهويها على كل نقطة على كل نقطة أقول ما تسمعه. أجل كأوّا أكمل بعوري بيرعوري دينار الله بيجي بروها.